يحب الطلاب يحيوا الذكرى السنوية للزلزال المدمر اللي أصاب سوريا، هن من وجهة نظرهم فهن حبوا يركزوا على الأطفال الضحايا، الأطفال اللي قضوا نحبهم في هالمدينة وفي مناطق تانية في الشمال السوري. عنا يعني ألاف الأطفال استشهدوا، فهون الأطفال حبوا يجوا يزرعوا شجرة لكل طفل استشهد. التركيز أغلبه هذا هلا هون نحن على أطفال الأطفال الشهداء اللي قضوا نحبهم في الزلزال، لأنه هن يعني شريحة كانت ضخمة جدا وشريحة مستضعفة، فحبوا أطفالنا إنه يحيوا ذكرى هالأطفال الشهداء اللي راحوا في الزلزال. جينا لهون مشان نزرع جزر ليمون وبرتقان وزيتون. الأولاد الأطفال اللي ما سجدوا هون بالزلزال هديك السنة الماضية مثل اليوم بالأتاري، نحط صورنا على الشجر وأساميهم والله يبعثونا الجنة إن شاء الله. زلزال سبحان الله الساعة تقريبا 4:15، ما لحقت تطلع، نزلت البناية فينا، توفى عندي بنت وصبي، وتضررت أنا، تضررت عائلتي، طبعا عائلتي مشوارها طويل. والذكرى السنوية اللي نحن هلأ فيها هون عم بيزرعوا زجر زيتون للأولاد الله يرحمهم اللي راحوا، والله يصبر كل واحد فقد عزيز وغالي عليه. يعني مثل هاليوم الله لا بقى يعيده، صار الزلزال، نزلت البناية فينا واستشهدت مرتي وابني الله يرحمهم، ضليت أنا والطفلة. يوم صعب جدا، يعني هالليلة أنا لليوم ما نايم ولا دقيقة، صعب جدا كتير كتير، الله لا يدوق لحدا، بس الحمد لله على كل حال ضليت أنا والطفلة وبيركين هلأ ياخدين بيت، يعطينا غرفة وبيركين فيها. كان عندي أنا شقتين بالبناية نزلت فيه وراحوا، ما حدا عوضني بشي طاول. نزرع شجرة ذكرى السنوية لابني الله يرحمه.